وي ماما، انا غنجيب حوايجي وغنجي عندكم للدار، تنجي ونعاود لك انتي وبابا. لا لا دابا ما نقول حتى شي حاجه، تنجي. يلا توت. Bonjour madame. السلامة، شو تعطي له؟ الله يسلمك مدام، كان عندي شي غرض مع مروان. جا في سي مروان الهضرة. واش داكشي اللي كدير مع مروان؟ مصلحتك الشخصية ولا بسميت لاجونس؟ شنو هو داكشي كندير معاه؟ يا كنت هي اللي نظمتي له العيد ميلاد ديال ماما وجبتي ليه التريتور. وشنو فيها؟ فيها بأن الكونترا اللي ساني معايا ما كتسمحلكش أنك دير مصلحتك الشخصية شي حوايج اللي كديرهم لاجونس ديالنا، خصوصا وأن لاجونس ديالنا كدير تنظيم الحفلات. مدام سي مروان صديق ديالي، واي حاجه كنقضيها ليه في المسرح ديالو راه بالصحبه وصافي. زعما كدير له هادشي في سبيل الله؟ ما كتاخذ من عنده والو. بحال علمك الله مدام، في سبيل الله ريال ديالو ما كيدخلش جيبي. اي والله يجعلني نتيق. رد بالك عادل، لا حصلت عليك شي حاجه ما تلوم غير راسك. هودا فين غادا بنيتي؟ منين يجي ولدك غتقولي له السيده اللي كان معاه البارح يجيبها تبلاصين يتربي له الولاد. هودا بنتي غير قولي لينا اي حاجه ارتحيتي ليها حنا غنديروها. لا بابا انا ما بغيتكم ديروا حتى شي حاجه، انا عاودت لكم باش تعرفوا شنو وقع، ولكن انا عارفه اش غندير. همسيان تبارك الله، عمر غادي مقصر هو وعفاف وحجيبه وانتي اخر من يعلم. الصراحه غلط، ما دار فيها ما يصلح. شكون اللي غلط؟ عمر، حيت نورمالمون الراجل اللي بغى يمشي لشي سواغي خاصو يعلم مرتو. ياك وهداك مروان ما غلطش ملي عرضت عليه انا قال لي لا ماما غدا لباريس عندها موعد مع الطبيب. ايوا ودابا صدق داير لها عيد الميلاد وفرحان بيها وعرض على الناس، عرض على عفاف وحجيبه وعمر. ياك هذا شنو ماشي كذاب؟ لا ما عرفت ماما، انا ما بقيت فاهمه حتى حاجه. ماشي شنو خصك تفهمي؟ أنا عمرك ما تثقي في شي حد. ندمت لي عرفت مروان ديك لاسواغي مني أنا داز لك أنتي العفاف حجيبة ودابا العمار. شنو بغى هذا؟ هم الله اش متخلو يد عندهم مور راسو. هودا عندك النمرة ديالو؟ النمرة ديال من؟ ديال مروان. شفتيها عندي عطاها لك بوغ اون فوا نشوفك درتي شي حاجة. ما عافاك ماما، شوفي ما كاين لاش ننزلو حنايا حتى لهاد النيفو سيل توبلي. صافي خليني انا غادي نهضر مع مروان ونفهم منو شنو واقع، ما تبقاي كتدخلي بابا في هادشي. علاش ما يدخلش؟ راه فلوس باباك باش دير هذيك الشركه وكبرها وفرعن. الله يهديك الله يهديك، راه الشركه ديال مروان راه باغمي لي ميور سوسيتي ديال لي زاسونسور اللي كاينين في السوق. اون بليس راه ما كنعطيوهمش فلوس غير هكاك، راه حتى حنا كنستافدو منهم. نسرين ماما راه عندها الحق، بابا خاص تمشي عندو تجبد لودني شويه وتقولو يتبعد على راجلي، ما بقاش يمشي حتى للدار يداوي لامو. دابا انت يا هدى هادشي اللي مقلقك، علاش عمر يمشي حتى للدار عند مروان باش يداوي ليه ماما؟ باوي علاش حنا عطينو داك الكابيني باش يمشي عندو الناس، ماشي يبقى هو يتنقل يمشي عند الناس وحدين اخرين. بابا غتمشي للشركه ديالو غتحيح عليه. هدى غير تهناي انا عارف اش غندير معاه.
انا غنمشي نعس. عمر ما بقيتش بغيت نشوف وشو ولادك. غنخليهم ليه باش يعرف قيمتي. استغفر الله. ايوا شتي شتي هاد مروان دخل سوسه ها هو غادي يشتت العائله. ما حتى انا غنمشي نعس. صباح الخير. صافي السؤال واه قلت لك غادي نعرف اش غندير معاه. ايوا دابا نشوف. ايوا عندك وكان اش نقول لك الوالده غير عافاك سيري لبيتك ما تقلقيش الدار غندو معاه ونحلو المشكل. يا وليدي كون خليتيني مشيت للفيلاج لا عندكم شي مشكل نحلوها بعضياتكم. فين غتمشي؟ راه ما عندك فين تمشي. مشيتي للفيلاج راه رجع معاه. ها خليني نمشي وليدي انا راه جات كابد القهام والحمد لله اللي كاينين التليفونات هتشوفني ونشوفك. راه ما فهمتينيش الوالده راه مشيتي غنمشي معاك بقيتي غنبقى انا وياك راه ما غنتفارقش معاك. اختاري. واخا وليدي الله يدير لك شي تاويل تاع الخير. صافي غير سيري بنعس يا وليدي سيري. تصبحي على خير. شكرا بزاف للناس اللي التحقوا بالقناه ديالي وكيشجعوني وكيتفرجوا لي فيديو ديالي. المهم بغيت نقول لكم كنبغيكم بزاف واليوم جيت باش نخبركم بواحد مفاجاه زوينه بزاف. تزوجت واخيرا والحمد لله لقيت الراجل اللي كيبغيني واللي كنبغيه. وكنتمنى لاي بنت ولد يلقاو الانسان اللي غادي يعيشوا معاه لان الزواج شي حاجه زوينه بزاف. وكنتمنى انكم تلقاو انسان مناسب. مهم يلا بيزو كنبغيكم بزاف بزاف. وبيزو عليك حتى انت يا المعطي ديالي. غدا غادي نمشيو نبدلو ان شاء الله الاثاث ديال الدار كامل. شنو بغيتي تبدلي فيهم؟ غنبدلو السدادر ولا سومي ديالهم والمخاد والطلامط حتى بيت النعاس. شحال تقريبا غادي خصنا لهادشي؟ على حسب لا كاليتي. شنو الكاليتي باغي؟ انا راه مرتسي المعطي سلوان ما خصنيش نمشي نشري من القيصريات. منين باغا تشري؟ من لي ماغازان دي لي موبل سيني. داكشي الطب على حساب الطب هذا ديالك غادي خصونا شي بلينات ياك. راه هذيك الماطلة اللي نعس عليها كاينه اللي دايره بمليون. دابا انا غنعس على مليون. هادي عاد نشريوها ان شاء الله. امل. نعم. عندك شي فليسات باش تبدليتي؟ منين يجيوني؟ عرفتي انا منين غادي يجيوني؟ كيفاش منين يجيوك؟ انا راه عندي غير باش تشري مره مخده مره طلميطه مره منطه هادشي لا الله. مازال ما نعستي؟ مالك إيمان؟ مالك أحبيب أش كاين؟ أش كاين؟ هاديك المرة أنت اللي مشيتي ودابا ماما اللي مشات. أنا معاك دابا ماما لا مشات غنشوف ميما وباسيتي هاي غترجع.
برافو عليك ما عيتيش علاش انا عيان خايفه عليك انت اللي تعيا قالك يا عندك الثقه براسك والله ما عندي الثقه براسي عندي الثقه في قلبي ما كيسقطش وعندك هذوك الكرات السخفيه شنو هو قلبك علاش نسخفو هو السخفيه باللون سباتها والقافه والزين اي مالك مالك قلبي مالو غير سخف ليا برافو عليك ويلا قبل ما يسخف ليا القلب يلا يلا سيدي Il y a un peu d'espoir ou le voir? Il y a toujours de l'espoir. Ok, de la séance comme l'idée de Mamadou. Quelle est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. 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 عاود لي راه ما يمكنش نعاود لك انا نبقى نعاودو فيها ما يمكنش اوكي خاصك شويه الوقت معاها ما عرفتش دوت سيونس ما عرفتش سيغتانمون جو سي با علاش نقول لك شحال مدام جا الوقت ديال الدواء ديالك دونك واش وصلتي راس الخيط انا؟ بقات في راس الخيط ومرا خيوطه ومخبلين ومعقودين ما باش تفتح القضيه خصني باقي نفهم شي حاجه مازال ما مازال اوكي شنو كتقترح دابا كيسكو جو دو دابا ما والو خصك ترجع عندي للعياده ونهضروا هادشي اللي كاين واخا يلاه خليك انا باش تكون كومباني ميرسي عمر جو تان بخي خويا بدي على بس؟ لا بس الحمد لله عندي لك واحد الخبار زوينه الله يسمعنا اخبار الخير غادي تزيدي واحد جوج سوايع ديال الخدمه في النهار ديال شاد جوج سوايع ماشي شي حاجه ملي تسالي من لاكيس غدوزي للكونتابيليتي ولكن انا مدام هدى نهار جابتني هنا قالت لي غنخدمي في لاكيس ديال الريستو درت معك شي كونترا لا ايوا مبروك عليك جوج سوايع ديال الخدمه ولكن راه داك الصالير اللي كتعطيونا راه ما كافيش وقيلا الموضوع ديال الصالير دوينا فيه دابا بقى لك اختيار بين جوج الحوايج تزيدي جوج سوايع ولا تمشي في حالك دير اسمي صالح حقرها انت دابا حقرتيني اسمي اللي بغيتي فكري مزيان جوج سوايع ولا تمشي في حالك وردي عليا هارك مبارك مروان لقيتو قلبت عليه ولقيتو شنو لقيت يا ماما صوت ديال الطويرات كي كيجيك عمر ماما ياك ما كيتقل عليك في الهضرة بالعكس هضرتو كلها زوينة انتي هضرتك زوينة كيسمع لك بعدا معلوم شنو كتقولي لي كنعاود ليه شنو كتعاودي ليه كنعاود ليه بزاف الحاجات شنو ما هاد الحوايج
الو حاجبه كومون سافا؟ انا في الدار. هيا معايا. سلم عليك دكتور حاجبه. سلم عليك حتى هي. قول لي انا احتاجك في واحد الغرض. لكن عندك شويه الوقت بيان سور. سي جونتي. ميرسي بوكو. انا غادي نخرج من الدار. تري بيان. ا بلوس. ماما انا غادي نمشي. طريق السلام. عادل راه قلت لك فاش غادي نسالي غادي نعيط ليك. ما نقدرش نستنى. واقف دابا على الفلوس خاصني 2000 درهم. هضر غير بشويه عادل. واش صدقتي منين انا غادي نجيب لك 2000 درهم منين؟ اي حاجه كيدخلها الصالون كنتحاسب عليها مع المعطي. واش بنتي تحسبك 2000 درهم فلوس؟ سمعي امل من اليوم اي مبلغ طلبته منك خصك توجديه ليا بلا ما تقدري معاه التكنزيز. لا واقيلا تصديتي ياك ما كيحسب لك عندي هنايا في الصالون كنز علي بابا. عادل بدل ساعه اخرى. لا انت اللي بنتي تصديتي. يحسب كان جوجك من معطي باش تعيشي انتي في الرفاهيه ونبقى انا عايش في هاد الميزيريه. اش من رفاهيه عادل؟ اش من رفاهيه؟ السيك المعطي صدق من كنزاز ما عنده والو من غير فلوس التقاعد. ما عنده والو؟ وسيري الله يجيبك على خير قال ما عنده والو. راه كيكذب عليك بالليل وبالنهار. غندخل اجيب لك 1000 درهم والباقي تندبر لك عليه. دير اش هاد 1000 درهم؟ عادل خليني ندير شغلي. وداك الشيء ديال المعطي غندوي فيه من بعد. الفيديو تحط ليهم الدري اللي كياكل عصا حطو في لاباج ديالها. ما كانش عارفه كيصور فيها وعارفين العنوان ديال هاد البلاصه. دابا صيفط لك لوكاليزاسيون. يلاه توكل على الله. مشينا فريد معاكم. شكرا الكوميسار. سلام بديع. كي راك بخير؟ ما كاين حتى خير. ياك لاباس؟ حسين الطماس. مالها الحسين عاوتاني؟ قال لك غيزيدني جوج سوايع اخرى من غير الخدمه ديال لاكاس وبلا فلوس. لا لا بزاف هادشي حكره هادشي. ودابا؟ انا في نظري تكلمي مع مدام مهوده. القرار الاول والاخير كيرجع لها. زعما غادي تبغي؟ تكلمي معها وحاولي تقنعيها. يكون خير ان شاء الله. صافي واخ. عرفتي الحسين اش كيتعامل معاك هكا؟ حيت خدامه بلا اوراق. شكرا عرفة. يصوب الله. ربي ما كيسد باب، انت كيحل بيبان. الله يعاونك. حاجي بغات تسمح لي ولكن دابا الهضره اللي خصني نقول مروان راه خصك تخلينا عافاك. وي كنت فاهم. حاجي بغا اطون عمر الله يخليك. انا عيطت لها وبغيتها تكون معنا سيل تابلو. غنعاود شي مسائل شخصيه ديال العائله ديالك الا ما عندكش مشكل. انا بغيتها تكون عافاك. تفضلي. ميرسي. تفضلي. اوكي ميرسي. عمر فين وصلتي مع ماما؟ حنا غادي مزيان دابا الحمد لله راه كدوي وكنتفهموا بزاف ديال المسائل غير واحد القضيه باقي خصني نتاكد منها. واخا شنو هي؟ واش داكشي اللي عاودت لي بصح ولا لا؟ عمر انا جو تاسيوريك ماما ما كتكذبش يعني الا قالت لك شي حاجه راه صحيحه. مرواني الا ما بغيتنيش نسمع هادشي كنفضل نحجم. سيل تابلي جانسيس انا عارف شنو كندير. اوكي. عمر انا اللي بان ليا الحمد لله ماما ارتاحت لك. تو غاني سا كونفيونس. الحمد لله. ولكن دابا قول لي شنو هو المشكل؟
اخويا هاد المشكله شنقول لك الا الا داكشي كان بصح انا غيولي عندي مشكل. كيفاش ما فهمتش؟ بحال ما عرفتش كيفاش نقول لك، بحال غندخل نولي داخل معكم في هاد المعمعه. عمر الله يخليك شرح لنا اكثر. باش نشرحها نشرح انا شويه وخاص مروان حتى هو يفسر لنا شويه. واخا لك شي حاجه نشرحها لك. شنو بغيتي نشرح لك؟ في المنام ديالها كتقول الوالدة ديالك ديما كتحلم بواحد المش كيهجم عليها وكيبقى يخبش فيها. بالنسبه ليا انايا باسكو دوك لي دو بيريش اللي كانت مربيه في فرنسا كلاهم المش. هادشي سي انتريسون اللي كتقول لي، حيت شتي فاش كيحلم الواحد ديما داك الحلم كيكون مرتبط باللاوعي ديالو. بحال هي في داك الحلم ديالها عند راسها هي ديك البيريش نتوا راه هي وباك الله يرحمه هو داك البيروش ذكر، والمش اللي كلاهم بجوج هو طلحة سامي. لوجيك. لوجيك، ولكن لا كانت لوجيك يا نصدق انا مجوج بنت المش اللي كلا باكم. عندك زهر. لا بلاتي الله يخليك. هو صعيبة. أنا غير شرح لي، أنا ما فهمت حاجة. عجيبة. هادشي اللي كيقول عمر كيقول لك الحقيقة ديال عائلة سامي. عقلتي؟ قلت لك غيجي واحد النهار اللي غادي تعرفي فيه كلشي. طلحة سامي ولد خالة با. هادي 25 عام دخلنا من فرنسا، كنا غندوزو الكونجي في المغرب، وطلحة سامي خدا لينا دارنا وخلانا في الزنقة. يا كوز دو سا بابا مات بسكتة قلبية. هادشي هو اللي كاين. ماشي مشكل الا ما بغيتيش تزيدي السوايع، خدي حسابك وسيري في حالك. ما كاين حتى شي قانون مدام يخليني نزيد جوج سوايع اخرى وبلا فلوس. متفقه معك، ولكن انت من معنا ما خدامهش بالقانون، انت هنا خدامه باش تاكلي خبيز. ما فهمتش شنو زعما انت دايره فيا خير؟ دايره فيك خير، الخدمه راه ما كايناش. انا مدام هنايا خدامه بقرايتي، واخر هضره غادي نقول لك هي انني غادي نرجع للاكيس نخدم، ولكن ما غاديش نزيد داك جوج سوايع. مزيان، تبارك الله عليك، تبارك الله على قرايتك. دابا غدوزي عند المدير المالي، خدي الحساب ديالك وسيري بنيتي في حالاتك. مشي في حالي. الله ياخذ فيكم الحق. انا خديجه مالك؟ انقطع ياكل يا طويرت. ما كاين حتى شي قطع عندنا في الدار مدام خديجه. قلت لك كاين القط. ما تخافيش، حتى شي واحد ما غيقيسهم. انا نقلب عليه لقيته غنجري عليه. صافي. كاين القط. فهمتي دابا شنو واقع؟
اه ولكن مازال ما واضحاش عندي مزيان الرؤيه بحال شفت الحوايج دابا علاش طلح السهمي غادي يضرب ولد خالته غادي يدي ليه الدار حيت فارغ الدار زور الوراق وخد الدار سيتو ايه ولكن راه كاين قانون كيحكم البلاد علاش ما رفعتوش عليه دعوه حيت ماما ما لقاش لي وقف بجنبها ولكن سمح لي يا مروان ماما قاريه وواعيه كان خاصها تقلب على حقها ماشي تمشي لفرنسا بحال ما وقع والو ما كانش عندها شي حل واحد اخر ديري راسك في بلاصتها الصدمه ديال الوالد اللي مات مليوح في الزنقه ولا الصدمه ديال ولد خالته اللي زور الوراق وخد الدار ولا الصدمه ديال المعامله اللي كانوا كيتعاملوا معها ملي كانت كتمشي عندهم تقول لهم رجعوا لنا غير شي حاجه سي نورمال من الداخل تهرسات سلمت امر الله ورجعت وي جو كومبخون شوف غادي نعرفك على واحد العميد ممتاز في ولايه الامن هو تيفهم مزيان في القانون يقدر يلقى لنا شي تخريجه اوكي شكرا وين نسرين شوف لا انا مشغول دابا شي شويه نعيط عليك من بعد واخا شكرا سلام نسرين بنت طلحه كندير معاها باش نشوفها ولكن ما عنديش الخاطر نشوفها كاع مروان وانت رزين زعما ما تعمرش قلبك بالكراهيه شي اللي بقى لك انت وماماك راه نسرين عندها حتى مسؤوليه في هذا الشيء جو سي انا ما كانتش زايده كاع ولكن شنو غادي ندير محال واش خبر هذا الشيء ديرها في جنبك تقدر تحتاجها حاجه تنفعني الا قربتيها منك غتلقاها بنت معقوله وحقانيه حاول تعمل معاها مزيان كن متاكد انها غادي تنفعك دابا نسرين بنت طلحه سامي غادي تنفعني خلي الوقت هي اللي تحكم كوا مو بابا عافاك انت ملي تعيط لي هضر معاه غير بشويه ياك حيت زعما انا قلت الشركه ديالو الا فرطنا فيها راه ما نلقاوش بحالهم دابا ما نكذبش عليك ما نقول ليه والو في التليفون غادي نتفق معاه نجلس انا وياه وهذيك الساعات غادي نهضروا براحتنا ومنين تجلس معاه شنو تقول لك جبد ليه ودني مزيان بابا ودابا انا عندي شي عقل ولا ما نكسبوش بابا انا عارفك عندك احسن عقل في الدنيا ويقول ليه شنو تقول ليه غادي نقول ليه بلي نسرين كتشكرك وحتى انا داكشي علاش بغيت نتلاقى معاك باش نشكرك ونقول لك الشركه ديالنا بجوج غيتعاملوا في البروجيات اللي جايين صح بابا هادشي اللي بغيت هادشي اللي بغيتي نقول لك بابا عافاك عندي واحد طلب اخر اما هو بغيتك تعرض عليه يجي عندنا للدار هو وماما احنا ولينا غنعرضوا عليها واخا تنفكروا نجاوبك عافاك بابا عافاك عارف النمره ديالو ولا ما عارف لا لا عارفه ويلو شكون معايا طلحة السهمي هي معك دابا سلم عليها واخا فين بغيتينا نتشوفو و ذا سونتر ايه واخا شكرا لاباس كيف كاش راسك انت اصلا داك الخدمه ماشي المستوى ديالك انت ما مديروش باش تخدمي في انكاس انا اللي بقى فيا هو الحقر ماذا عوضك في شي حاجه عطوني شي كفي 3000 درهم وسناوني على شي وراق زعما خديت كل شيء 3000 درهم تاعي ما بيعش
اهم حاجه هو ما جاتش منك انت، جات منهم هما. اصلا انت ديك الخدمه كلها ما بقيتيش محتاجه ليها. انا الحمد لله ديالك مشات بالكرامه. انا نمشي حتى للمريخ دابا، غير تكون زعما فرصه ديال بصح ما يضحكوش علينا. كاينه الفرصه وكاين الامل كله ان شاء الله. وشحال طالبين؟ طالبين 100,000 درهم، 10 مليون الصاد. 10 مليون كامله؟ والله كون ما كنت انا وكان السيد واقف معنا لو حطينا على يدينا قل من 20 مليون. كاين انا ما عنديش كامله، ما عنديش 10 مليون. شحال عندك؟ من النهار بديت تنخدم لدابا جمع 5 المليون، ومع 30,000 درهم اللي عطاوني هي 8. انا غنكمل غباديها. شوف من هنا الفوق اي حاجه احتاجيتيها قولي عليا، فلوسي وما فلوسك حبيبه. انا لا خطك عليا عادي والله، كنحس بحال ربي عوضني. مشكلة معاك، واش ما غتمشيش فحالك؟ غتمشي فحالك قبل ما ندير فيك شرع يدي. وسيري تسيري فحالك. الدار ما بقاتش ديالكم، شريتها من عند عبد الله، والخير اللي غنقدر ندير فيك هو لقى لك شي محل ديال الكرا الا انت مازال عوالة تبقي هنا وما بغيتيش ترجعي منين جيتي. وسيري فحالك. أنا سميتي حليمة، قصتي بدات في الثمانينات. فاش فتحت عيني لقيت راسي في الخيرية. الحياة كانت قاسية تما مع المسؤولات، ما عرفش طعم الأسرة والحب والحنان. ديما كنت كنسول فينا هما دارنا، شكون ولدني، خوتي، اين مدينة أنا منها. عمري ما لقيت الجواب. حتى وصلت 15 سنة، خبرتني واحد المسؤولة باللي امرأة وبنتها في عمرها 17 سنة هما اللي جابوني. ضحك عليها شي واحد وحملات وتسد الموضوع تما. طبعا ما تفاجأتش، لأن أغلبية البنات اللي كانوا معايا كلهم غير شرعيين. كنت متوقع الجواب. المهم وصلت 18 سنه وكان لازم عليا نخرج من الخيريه، وطبعا برا لحني الله رحيم. لقيت المدينه كبيره، بقيت كنقلب على خدمه ما لقيتش. ماشي ساهل فين تخدم وفين تسكن. طلبت من المديره باش تخليني نرجع نبات في الخيريه حتى نلقى سكن، والحمد لله وافقت. قلبت على خدمه ولكن ما لقيتش من غير الميناج، العذاب، صبان، غسل مناط، جفاف. بقيت هكاك حتى لواحد النهار والمديره قالت لي بانها لقات لي خدمه في شركه. قلت الحمد لله ربي غيفرجها عليا. خدمت وكريت بيت مع الجيران، وكانوا معايا 3 البنات. يلا حتى هما خرجوا من الخيريه، كلشي خدام كلشي مكرفس، يلا مقاتلين مع الكره والخدمه. ودازت السنين وجا الوقت اللي غنتفارقوا. وحده تزوجات، وحده خرجت الطريق، ووحده اللي كان سميتها زينب كانت صاحبتي. قصتها أسوأ من قصتي. هي جا باباها وهي صغيره فاش ماتت امها، وهو تزوج ومراته رفضت انها تعيش معاهم وحطها بطبيعه الحال في الخيريه. ولانها كانت صغيره معقلاتش على ذكريات حياتها مع امها ومع دارهم نهائيا. هي تفارقت معايا ومشات مدينه اخرى، وبقيت بوحدي. وجاني الكرا غالي، وطلبت من واحد من الحانوت حداني يشوف لي شي بيت يكون رخيص على قد الحال. وجزا الله خير شاف لي واحد البيت في واحد العماره فيه شرجم يطلع على الشارع وفيه طواليت بوحدي في السطح مفوش، وفيها بقيت. المهم بقات حياتي هي هذيك، الخدمه للدار، الدار للخدمه.
طبعا الحال حتى انا كنت في سن المراهقه وكنت كنشوف البنات يتصاحبوا ويتراسلوا ويتعرفوا مع الدراري، لكن انا كنت ديما حاطه صوره الوالده ديالي كدرس باش ما نضحكش على راسي ونسلم شرفي لشي واحد مهما قال لي كنبغيك. كنت انسانه جديه بزاف، حتى في الشركه كانوا يسموني التران حيت ماشيه قود، ما يقدر حد يقرب مني ولا يتفسل عليا. المهم تعرفت على الناس اللي في العماره، كلهم عرفوني وعرفوا قصتي، كنت مزيانه معاهم وتا هما كانوا كيقولوا عليا كلام طيب صراحه. كنت نتمنى شي وحده تزوجني بولدها او خوها، المهم تزوج ونعيش في الحلال. كنت مداخله معاهم اللي بغات دير حلوى نعاونها، الشقه نعاونها، في العيد نعاونها، وحتى لا كانت شي مناسبه وكنت كون جيت كنطيب ومقفضه حوايجي وشوفوني اللي تخطبوا راني حاذقه وظريفه. كانت امي في الطوم اللي ساكنه في الدور الاول عايشه غير هي وراجلها وتقول لي راه بغيتك لولدي اللي في اسبانيا. ايوا عشمتني الصراحه، ولدها في اسبانيا كان بلا اوراق يحصر ونتسناو يدير الوراق باش يجي ويشوفني. المهم بقى عندي الرجاء والامال في ولد امي في الطوم. طبعا هي مرة كبيره، انا اللي كنت كنخمن ليها نتسخر ليها نجيب ليها هادي حطي هادي، كنت بحال بنتها ونقول بحال الخدامه ديالها. قلت معليش المهم ولدها يجي شي نهار ويتزوجني. بصراحه حتى واحد ما جا خطبني، كاع اللي يسول من بعيد كيمشي. فاتت 5 سنين وولدها دار الوراق وفجا جا مع قوريه، ايوا لان فكاته من البطاله والتشرد جابها معاه. امي في الطوم عمرها ما جبدت معايا الموضوع، ما بغاش تخسر الخدامه ديال فابور. قلت يلا الله يسمح ليها، ودارت نهار وفرحت برجوع ولدها وعاونتها بلا جميل. هو ما حس بيا كاع ولا عرفني فين كاينه، اما فراسوش اصلا انا اللي كنتسنى يجي على عود بيض ويديني اسبانيا. المهم فاتت السنين عام ورا عام، تزوجوا كاع البنات الكبار من عليهم الله والصغيره تاع هما الا انا، فين وفين يسول شي واحد ولا عرفني من الخير يرجع اللور. وخا مالي حتى انا بقيت مع نسى الحي والعماره، درتهم اهلي وشاركت معهم الافراح والاحزان، وبقيت كيف ما كنقولوا ناكل القوت ونتسنى الموت. حتى وصلت 40 عام ودرت كيكه وزوقتها برقم 40، وبقيت نشوف فيها ونتحسر على شبابي وعمري اللي ضاع لولاد لا زواج لا امل لا والو. مره نضحك مره قلت والله حتى نفرقع هاد الرمانه، واللي وقع وقع صافي ترونات نمشي مع شي واحد نعرف غير الناس كي داير. تفكرت واحد القهوه في الشارع ديما ندوز من حداها معروفه بالبنات اللي كيكونوا خارجين، مشيت بحجابي ولبست صايتي وقميجتي وحطيت مكياج خفيف وخرجت. ايوا شديت الطبله وعيطت للكارسون جاب لي عصير اللي كان تمنو وكنتغداو نتعشى بيه. قلت معليش ليها ليها. المهم مرت شي نص ساعه وانا كنشرب شويه وشويه في داك العصير باش ما يتسالاش. شويه كيبان لي واحد السيد قدامي، يشوف فيا السيد كيبان تقريبا فوق ديك 50 سنة، باين عليه انيق وخا شويه عنده الكرش خارجه، المهم لابس كرافطه وطالب حلوه وقهوه وعينو ما هبطتش عليا. المهم انا اللي في راسي هو يشوف فيا وانا نشوف فيه. بعد شويه ويجي يجلس حدايا الطاوله قال لي مساء الخير. قلت له مساء النور. طبعا الصواب والابتسامه. قال لي تشربي شي حاجه؟ قلت له لا شكرا عاد شربت عصير ما بغى والو. وهو مبغى كاع يضيع الوقت في الهضره دغيا سولني بشحال. بصراحه حسيت بالاهانه وكنت شويه غادي نوض. قلت ماني لهاد الحاله 40 عام حافظه على شرفي ونجي نتساوم عليه مع هاد الخينه. شويه تراجعت وجلست وبقيت نشوف في مارس باش نجاوب. قال لي سيدي معايا ندورو شي دويره. قلت له غير سبقني انا جايه. طبعا القهوه في الحي اللي انا ساكنه فيه ولا شافني شي حدا ماشي معاه فضيحه، وانا كانت سمعتي من الجيران بحال الذهب كلشي عارفني. شويه خرجت من بعد وانا نقول راه نمشي لبيتي شنو هادشي اللي كندير. شويه لقيتهم فاش ورايا بالطوموبيل. قال لي ركبي وزن عليا الشيطان وركبت معاه. نزلني في فندق، اول مره كنشوف هاد العالم ديال الفنادق. بقى كيسول فين فلان في فلان، هو موالف يجي واقيلا البنات شكون هاد فلان علاش يسول. شويه شفتو عطاها الساروت وبقى يهضر معاه غير بشوي. سمعت كلمه المدام وهما طلبوا لي عقد الزواج واقيلا، وعرفت اش ما عرفتش الاجراءات، انا اول مره نشوف اوطيل في حياتي. المهم السيد علاش كان كيسول بدا الغرض ودخلت مع اللوطي. هو كان قليل الكلام غير يشوف فيا ويبتسم، ما فهمتش واش شايفني انني بنت الزنقه وصافي. قلت يلا اللي ليها ليها. شويه قرب مني وحصل اللي حصل. وقضيت هذيك الليله في الاوطيل، وفي الصباح فقت قبل منه دوشت ولبست حوايجي وخرجت بلا ما يحس بيا. خرجت من الاوطيل ومريت على الصيدليه وخديت حبوب مع الحمل ومشيت تكت في بيتي. ما عرفت نضحك نبكي ندب، بقيت كنهضر غير بوحدي ونسد فراسي ونشوف وجهي في المرايه حتى جاني النعاس. المهم حاولت نتناسى الموضوع ورجعت لخدمتي وحياتي ووحدتي وغربتي. تدازت السيمانه وجا نهار الحد، جمعت بيتي وصيقته وخملت جوج السدادر اللي كانوا عندي وتلفازه الصغيره وطيبت كامله ديال العدس فوق البوطه الصغيره بلا لحم. نسيت كاع طعم اللحم كي داير، حطيت براد ديال الاتاي وكيسان والنعناع وهزيت حوايجي والسطوله ومشيت للحمام. وانا جايه طرقت الحانوت وجبت معايا جوج خبزات، وملي وصلت كانت جوج هذيك الساعه. رجعت حليت الباب حطيت السطوله في الحمام وجيت دخلت للبيت. وانا نغوت صدمت لقيت الباب محلول، مشيت كنجري حليت الشرجم باش نتاكد. وانا لقى السيد اللي مشيت معاه في بيتي. صدمت وانا نقول ليه كيفاش عرفتي طريقي؟ كيفاش قدرت تدخل لبيتي؟ انا قافله واش ممكن دير هنا؟ ليه كونوا شافوك الجيران اويلي على فضيحه. سؤال ورا سؤال. قال لي تهدني انا نقول لك من نهار مشيتي وانا كنقلب عليك، حتى شفتك خرجتي من المعمل وتبعتك وعرفتك فين ساكنه
وجيت الباب بقيت وما حل عليا حد. جربت نفتح بالسوارد ديالي ودغيا تحل وبقى كيشوف فيا ويضحك. ناري على فقصه قلت ليه هيك ما شافك حد طالع هنا؟ قال لي لا ما شافني حد. حطيت المقراجي سخن بين ما نصلي ونتفاهم معاه شنو باغي، علاش جاي تابعني. صليت الظهر وجلست وقلت لي خير سيدي شنو بغيتي؟ قال لي انا سميتي عبد الهادي وبقى كيضحك. ثاني قلت له اشنو بغيتي يا سي عبد الهادي؟ قال لي راه المقراج سخن عمري ناش برداتي. نضت عمرت اتاي سخنت العدس صراحه قتلني الجوع. حطيت الغداء كبيت اتاي وسع السيد عجبو العدس انا لقمه هو لقمه ياكل وساكت وانا كنتكلم وهو ساكت ويشوف فيا. قلت ليه علاش كتقلب عليا السي عبد الهادي خير؟ بغيت تسحب معايا ولا داك النهار مشيت معاك غادي تبقى كل ساعه تجي عندي؟ قال لي نجيك من الاخر بغيت نتزوج بيك. بقيت كنضحك ما طيقتش. قلت لي عاود؟ قال لي الزواج. قال لي ايه عندي ثلاثه البنيات امهم توفات وبغيتك تكوني مرتي وام بنياتي الا قبلتي. الصراحه شكيت في كلامه، كيفاش واحد يتزوج وحده بحالي؟ لا زين لا اصل. وزيدها ماشي مع الفندق. شويه دق الباب، جات بنت جيراننا اللي لتحت وجابت لي الطبسيل ديال السفنج وجات بغات تدخل. هي موالفه تدخل عندي عادي، لكن انا حبستها في الباب. قلت لها يلا جيت من الحمام الزين وبغيت الناس وهي تمشي. قلت لي شفتي دابا كنت دخلت البنت تكون شافتك معايا. خرج عليا خويا عطاني التصاح الله يرحم والديك، انا عايشه مع الناس هنا سمعت تنقيه خليها تبقى هكا. قال لي شنو قلتي موافقه ولا لا؟ قلت لي كتكلم بالصح. قال لي شيفاني واحد كيتفلى. قلت له عائلتك واهلك شنو غيقولوا؟ قال لي ما عندك حتى فشي واحد غير انت توافق. وانا نقول لي موافقه وعيني باينه في المفرحه. حتى هو بقى كيشوف فيا ويضحك. قال لي غدا ان شاء الله غنجيب الوالده. قلت له غدا غدا؟ قال لي ايه ان شاء الله. الغد لي وجدت اتاي وقلتها لجاراتي كلهم يقولوا فين دبرتي عليه وكيفاش. قلت لهم هو شافني قدام الخدمه وطلبني للزواج واليوم امو جايه باش تشوفني. المهم جات الام ديالو كان ظريفه ومتواضعه وبين عليها العز وعاودت لي على زوجته الاولى وعلى الموت ديالها وعلى بنياته وكانت صريحه وحسيت بها انها عجبتها وتقبلاتني وحتى انا ارتحيت ليها. وعاودت لها على خدمتي وعاودت لها كلشي المعلومات عليا وقالت لي ان بناتهم مره يقعدوا عندي ومره يقعدوا عند جداهم اللي هي ام الام ديالهم. وجارتي حتى هما شهدوا عليا بالحق وعلى السمعه ديالي وتكلموا عليا بالخير قدامها وحسيت باللي قبلاتني وسهل الله ودرنا العقد. من بعد كانوا غير الجيران فرشوا لي السطاح وداروا لي نهار غير بناتهم وعاونوني حتى داز داك النهار بخير الحمد لله ورحت لداري وكانت من اسعد اللحظات في حياتي. وزوجي طلع ظريف والام ديالو بنيته الصغار الكبيره اللي كانت في مرحله المراهقه وكانت صعيبه شويه تعباتني بزاف. مرات تكون معايا مزيان مرات كتمشي عند جدها وام الام ديالها وكتعمرها عليا كترجع وحده اخرى. عانيت معها بزاف ما كانتش كتحملني وكتحرش خواتاتها عليا وهي اللي كتبغي تامر وتنهي في الدار وتقول لي مالك بدلتي هادي ومالك غيرتي هادي. نسيت بانني انا مولات الدار لكن انا كنت كنمتص الغضب ديالها ونخليها. واحد النهار صبحت دايخه مشيت درت التحاليل لقيت راسي حامله ما توقعتش نولد في هذا السن لكن سبحان الله ربي كبير. فرحت بزاف وكانت هذه امنيه حياتي يكون عندي وليد ولا بنت. وفرحت زوجي وكمل الحمل وولدت ودار لي السبوع راجلي كبير في قاعه من بعد ما جبت له ولده اللي سميناه اشرف. لكن جده البنات زادت عداوتها ليا وبقات تحاربني من خلال حفيداتها وانا مطوله بالي. لكن مع الوقت البنات ما بقاش كيتصنتوا لها بزاف ولا عزيز عليهم خوهم الصغير تيضلوا هازينو ويلعبوا معاه. وحتى هي رطابت شويه ماشي كاع وليت عزيزه عليها ولكن عطاتني اتساع. ايوا بناتي كبروا وتزوجوا والصغيره مشات درس تخصص برا وقبل عامين توفى الزوج ديالها. فراقه كان صعيب عليا بزاف. حياتي معاه كلها كانت ود ومحبه واحترام. حتى هذيك الليله كنا كنتفكروا نقولوا الله يسمح لي عمره عايرني ولا هاني لكن موت فرقتنا. وبقيت انا وولدي اشرف اللي هو قره عيني وحياتي ودابا كيقرا في الثانوي الله يحفظه ليا ونشوف وليداته والحمد لله رب العالمين. العبره اللي بغيت نعطي من هذه القصه ان البنت ديما تبقى بشرافه وخا تكبر راه ربي غادي يجيب ليها نصيبها. وكنتمنى كنتكونوا استفدتوا من قصتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.